شبك حبيبي؟ كتير اشتقت لك. هي كم شهرين وبنصير لبعض. ايه مش قادرة اصدق. اجى الوقت واخيرا. بس باقي مش لي وحدي بطريقنا. شو قصدك حبيبي؟ دينا بتعرفي كتير منيح انه امك مش راضي عنا. بس وشو على الفلوس باسل؟ طلعوك من شغلتك، ما عندنا مصاري، رح اضطر لصير اغني من جديد وانت لازم تتسول، رح تكون حياتنا صعبة. لا لا حبيبتي، انا عطوني ترقية، عطوني مصاري اكتر، وضعنا احسن رح يصير. يعني كل شيء تمام؟ ما في شي ممكن نسويه نكمل 300 حلقة كمان؟ باسل؟ ليش مالك حاطط جل في شعرك؟ لأنه خلص وما في منه بالسوق، حاطط كريم أنا. لا ما ممكن يصير هيك، ما بقدر اتزوجك. دينا!